السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. الشعير هو نوع من أنواع الحبوب الكاملة، ويستخرج منه مشروب الشعير المفيد لصحة الجسم. فيحتوي الشعير على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة، كما أن تناول مشروب الشعير يومياً على الريق يمنح الجسم العديد من الفوائد المذهلة. وفي هذا الفيديو سنعرفكم أكثر على فوائد هذا المشروب الرائع، ولكن بعد أن نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فائدة الشعير للكلى: الشعير مهم جداً لصحة الكلى، وهذا لأنه يساعد على التخلص من السموم التي توجد بها وبالمثانة أيضاً، ويساعد على تفتيت حصوات الكلى، وهذا عند تناول منقوع الشعير بشكل مستمر وخصوصاً في الصباح. فائدة الشعير لمرض السرطان: يحتوي الشعير على الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة والتي تعمل على الحماية من الإصابة بالخلايا السرطانية بالجسم. فائدة الشعير للجهاز الهضمي: من المهم استخدام الشعير للتخلص من المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي، وهذا لأن الشعير يساعد على التخلص من السموم والفضلات التي توجد بالمعدة والجهاز الهضمي. الشعير للمرأة الحامل: يحتوي الشعير على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة المرأة الحامل، كما أن الشعير يحتوي على نسبة من حمض الفوليك، والتي تعد من أهم الأحماض التي تحمي صحة الحامل والجنين في نفس الوقت. يحتوي الشعير على الحديد والمغنيسيوم، واللذين يعملان على تقوية صحة المرأة الحامل، وتمد الجنين بالفيتامينات اللازمة لنموه. فوائد الشعير المغلي للتخسيس: مشروب الشعير المغلي يساعد على التقليل من الوزن، وهذا لأنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية. يحتوي الشعير على كمية من الألياف التي يتم هضمها بالشكل الجيد في المعدة، وهذا يساعد على الشعور بالشبع بشكل سريع. يتم تناول مشروب الشعير بين الوجبات الغذائية على مدار اليوم لإنقاص الوزن بصورة سريعة. عليك بوضع لترين من الماء مع كمية من الشعير وتركه حتى الغليان على النار، ويتم شربه قبل تناول الطعام. فوائد شرب الشعير على الريق بشكل عام: شرب الشعير على الريق يساعد على إدرار البول بشكل كبير، حيث يساهم في التخلص من السموم المختلفة. التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، وهذا لأنه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، ويحتوي أيضاً على البيتا جلوكان، والتي تعد من المكونات التي تقلل من امتصاص نسبة الكوليسترول في المعدة. الوقاية من الأمراض التي تصيب القلب، ويحمي من التعرض إلى تصلب الشرايين، والتقليل من ضغط الدم المرتفع. شرب الشعير على الريق يساعد على الوقاية من التهابات المعدة والتخلص من حالات الإمساك. التقليل من نسبة السكر بالدم، ويعمل على مقاومة مادة الإنسولين. شرب الشعير يعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض العظام، ومن أهمها هشاشة العظام، لأنه يحتوي على الكثير من المعادن الضرورية ومنها الكالسيوم. تناول الشعير على الريق يعمل على الاهتمام بالبشرة، كما أنه يقلل من نسبة التعرض إلى التجاعيد والتي تظهر على البشرة مع التقدم في السن. وفي النهاية لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، فالدال على الخير كفاعله. مع تمنياتنا لكم دائما بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.